لو فاكر إن الصورة العامة للأحداث في المنطقة خلصت على كده، فتقريباً توقعاتك دي غلط، لأن الحاجات الجاية كبيرة جداً وهتأثر على الكل، ومحدش هيقدر يحتويها بسبب نبوءة العقد الثامن وسر الرقم 4 وحايد. حكاية نبوءة العقد الثامن دي، إيه هو سر الرقم 4 وحايد؟ هل فعلاً هتحصل مواجهة إقليمية كبيرة؟ كل ده وأكتر هتعرفوا التقرير ده من 5 بالعربي. من ساعة ما بدأت الأزمة الحالية في يوم 7 أكتوبر اللي فات وإحنا بنسمع عن حاجات كتير وتوقعات عن الصراع ده، بيتأكد إن الأمور هتروح في حتة تانية بعيدة خالص. الحاجة الأولانية واللي سمعناها عن رقم 4 وحايد هو رقم قاله واحد من قيادة القطاع في سنة 2021، وقتها قال للناس افتكروا الرقم ده وسجلوه عندكم. وفعلا لما بدأت الأزمة دي يوم 7 أكتوبر اللي فات، رجع الناس وتذكروا الرقم ده، وبدأت تنتشر تكهنات كتير عن الرقم ده. مثلاً بعض الناس قالوا إن الرقم ده بيمثل تاريخ انتهاء الأزمة في يوم 11 نوفمبر، لكن اليوم ده عدى والأزمة استمرت. وناس تانيين قالوا إنه بيمثل عدد الناس اللي ممكن يتم إطلاق سراحهم من عند ولاد العم في صفقة تبادل المحتجزين، لكن برضو لسه ما تحققش. ويمكن يقصد بيه عدد المقذوفات اللي ممكن يوجهوها للعدو، لكن حقيقي عدد المقذوفات اللي أطلقت أكبر بكتير من الرقم ده. فبكده رقم 4 وحايد لسه مش معروف بشكل واضح هو إيه، وإيه هو المغزى منه، وإيه هي مدلولاته لحد دلوقتي، لكن أدينا منتظرين لما نشوف. أما بقى نبوءة العقد الثامن أو لعنة العقد الثامن زي ما بنسميها وبعض الناس بيسموها، فهي النبوءة اللي في كتب التاريخ والكتب المقدسة عند ولاد العم، واللي بتقول إن أي دولة بيبنوها عمرها مش هيزيد عن 80 سنة بس، وإن مهما عملوا أو حاولوا بمجرد ما يوصلوا لل 80 سنة دولتهم دي هتنهار، وزي ما حصل لهم في المرتين اللي فاتوا اللي في التاريخ. الكلام ده بيسبب قلق كبير جدا لولاد العم ومخاوف كبيرة إن النبوءة دي تتحقق، خصوصا وإن في الأيام اللي فاتت الناس كلها رجعت تفكرهم بيها تاني وتقول لهم ان ده هيحصل، بما فيهم كمان رجال دين مشهورين جدا عندهم. لكن حصول السيناريو ده هيكون معناه ان الأزمة الحالية في المنطقة مش هتخلص قريب ولا حاجة، انما هتستمر وهتتواصل بشكل كبير جدا في الفترة الجاية، وممكن توصل لصراع اقليمي مفتوح، وده عشان تتنفذ النبوءة في الحالة دي. بل انه من الممكن ان الأزمة دي تتحول لمواجهة عالمية تالتة، وده لو اتدخلت فيها قوى كبرى زي امريكا والصين وروسيا، وده لأن الدول دي وقتها مش هتقف تتفرج على حلفائها من غير طبعاً ما يساعدوهم. فهل بقى تفتكر إن السيناريو ده هو اللي هيحصل ولا لا؟ اكتب لنا توقعاتك في التعليقات.